بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية أصدقائي. أنا عمر ربابعة، رجعت لكم اليوم فيديو جديد وتطبيق جديد. اليوم أصدقائي بدنا نحكي عن تطبيق اسمه زج. هذا التطبيق مسؤول عن تغيير الخلفية للشاشة، سواء كانت الهوم سكرين أو اللوك سكرين. طبعا أول إشي بدنا نتعرف على هذا التطبيق، على طريقة تحميله، كيف ممكن أحمل هذا التطبيق. وزي ما بتعرفوا، هو هذا التطبيق هو أصلا فيه داخل عمليات شراء، فعشان هيك قدرنا نلاقي لكم إياه مهكر عن طريق تطبيق هابي مود. هابي مود اللي شرحنا عنه بفيديو لمدته تقريبا 3 دقائق و39 ثانية، راح تلاقوا الفيديو تحت في الوصف للي ما بيعرف يستخدم التطبيق أو يحمله. راح تلاقوا الفيديو تاعه إن شاء الله، راح تلاقوه تحت. هذا التطبيق تدخل على هابي مود. مجرد ما دخلت على هابي مود تيجي هون على البحث، تدخل زج. راح احط لكم رابط تحميله تحت في الوصف من البرنامج هذا، من برنامج هابي مود. تدخل على زج وبعد ذلك تعمل داونلود. طبعا انا عملت له داونلود، فبس عليك تعمله تثبيت. انت بتعمله داونلود تثبيت مباشرة، راح يتثبت على جهازك. فراح مباشرة تلاقي الايقونة هاي عندك زج، تدخل عليها. عشان نتعرف الآن على تطبيق زج. تطبيق زج جدا رائع، فيه آلاف الصور يعني وأكثر يمكن الموجودة، اللي ممكن تساعدك إنك أنت تحط خلفية لتليفونك يعني، ولسه صور جدا خرافية زي ما أنتوا شايفين. هاي هي الصور، كثير كثير يعني ملايين الصور زي ما أنتوا شايفين، والكثير من هاي الصور. وبتقدر برضو تدخل على البروميوم عشان تشوف انه فعليا مجاني 100%. البريميوم، مجرد ما دخلت على البريميوم لاحظ ما فيش عليك اي فرائض رسوم، طبعا مصاري حقيقية، لكن هون كله مجاني 100%. بتقدر تحط اللي بدك اياه، مثلا انا بدي احط مثلا هاي. ما عليك الا انك تدخل عليها الان، على هاي الصورة اللي بدك اياها. تمام، تضغط هون ست والبيبر. شوف صديقي، الآن مجرد ما حطيتها والبيبر شوف الآن كيف تغيرت وصارت هي هون زي ما انتم شايفين. هاي هي صارت عندي والبيبر. بقدر اغيرها او بقدر اغيرها عادي جدا سهل، بقدر اختار اللي انا بدي اياها. مثلا بدي هاي، تمام، ست والبيبر. مباشرة باجي بلاقيها صارت والبيبر زي ما انتم شايفين. هاي هي جاهزة 100%. لاحظ مثلا هون عشان تبين بصورة أوضح، لاحظ كاملة موجودة، فيهاش أي إشكال، بطريقة جدا خرافية جدا حلوة. فالتطبيق أصدقائي جدا رائع فعليا، تطبيق زج. راح تلاقي فيه ملايين الصور اللي أنت ممكن يجي على بالك إنك تحطها في على تليفونك، على هاتفك، زي ما بدك. راح تلاقي كثير، راح تلاقي هون برضو الفئات، مثلا شو بدك تحط. بدك تحط سبيس، الفضاء، اقتباسات، سنو، ثلج، بيرداي، اعياد ميلاد، فاني، حب، اي اشي انت بدك اياه. انيمالز، حيوانات، وينتر، مثلا الشتاء. مثلا مجرد ما دخلت على وينتر، على الشتاء، مباشر راح يطلع لك اي صورة بتخص الشتاء. فانت حبيت تغير، مثلا بدي احط مثلا هاي الصورة، بس عليك تدخل. وبرضو الجميل بهاي الصور انك انت بتقدر تعدل عليها. مثلا تقدر، بس مجرد ما انت حطيت كاستمايز تقدر تعدل على الصورة من تحت هون. بدك تقص من الصورة، بدك تحط تضيف صور عليها، بدك تضيف لها جماليات، بدك تضيف لها فريمز، بدك تضيف لها اي اشي، فانت حر. بس عليك تحط دن. مجرد ما حطيت دن، داونلود اند سيت. مثلا بدك يا هوم سكرين، لوك سكرين، ولا ثنتين مع بعض. بدك يا مثلا بدي يا هوم سكرين. مجرد ما طلعت راح نلاقيها هوم سكرين. لاحظوا هاي هي هوم سكرين حاليا زي ما انتم شايفين، بطريقة جدا حلوة، جدا خرافية، جدا راقي الصور. فبنصحكم في تحميل هذا التطبيق اذا كنتم من محبين كنت تغيروا كثير الخلفية الشاشة. اذا كنتم من الناس بتحب كثير تغير خلفية الشاشة، هذا التطبيق جدا ممتاز، راح يساعدكم. ولهون اصدقائي ان شاء الله بكون انتهى الفيديو. اذا عجبكم الفيديو والتطبيق لا تنسوا تدعمونا بلايك، تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لنا كومنت عن رأيكم في هذه الحلقة. يعطيكم العافية وشكرا لكم.